مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم من جديد ضمن برنامجكم نيويورك دكتورز. وطبعا نحن كلنا فخر واعتزاز بتفاعلكم معنا ضمن الحلقات السابقه، وطبعا نحن جاهزين لحتى نجاوب على كل اسئلتكم واستفساراتكم ضمن حلقتنا لليوم. مثل ما وعدناكم بكل حلقه راح يكون في عنا ضيف دكتور جديد لحتى نجاوب على كل اسئلتكم واستفساراتكم، كما انه برنامجنا راح يكون معكم مثل اليوم كل يوم اثنين الساعه 9 مساء طبعا بتوقيت نيويورك، كما انه فيكم تحضرونا بالاعاده الاولى وهي يوم الثلاثاء الساعه 11 صباحا، بالاعاده الثانيه يوم الاربعاء بعد منتصف الليل الساعه 1:30 صباحا. كما انه هلا صار بدي مستي على الدكاتره، يسعد مساك دكتور حسام، يسعد مساكي دكتوره استيل، مساء الخير. مساء النور. مساء الخير فاتن، مساء الخير استيل، ومساء الخير استيل المشاهدين. انا عايز اشكركم جميعا على رد الفعل الايجابي للبرنامج. انا خلال الاسبوعين الماضيين كل الناس بتقابلني وتقول لي ان بتدعي كل القائمين على هذا العمل بيشكرونا ويقول ازاي البرنامج كان مفيد ليهم، فانا بشكرهم جميعا على المتابعه، ونوعدكم ان دايما ان احنا البرنامج هيكون في تقدم ودايما هقدم لكم المعلومه الصحيحه، فده الوعد اللي نديكم دايما. اكيد ان شاء الله كل معلوماتنا بتكون مفيده لمشاهدينا. أنا بدوري كمان بدي مسي المشاهدين ومسي حضرتك، وأهلا دكتور أمين. إن شاء الله يكون هالبرنامج على حسن ظن الجميع، اشتقنا لكم طول هالجمعة، ونحن عن جديد معكم بحلقة تانية لنستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم، وحتى نقدر نقرب قدر المستطاع العالم الطبي من عالم المريض بأسئلة متتالية، ونحن معكم حنكون بكل الوقت المتوفر بهالحلقة. أكيد سهلة. أكيد بدي كمان أرجع أذكركم مشاهدينا أنه فيكم تتواصلوا معنا ضمن الأرقام اللي عم تظهر أمامكم على الشاشة أو ضمن صفحتنا على الفيسبوك، أو فيكم تحضرونا بكل فيديوهات عم تنزل على اليوتيوب لكل حلقات برنامجنا. أما هلأ كمان فصار لازم نبلش بأولى فقرات برنامجنا، وهي أحدث معلومات طبية صدرت لهذا الأسبوع. ومعلومتنا الأولى بتقول زيادة الحساسية والحجز في المستشفيات، طبعا رح تحكي لنا أكثر عنها دكتورة استيل. تفضلي دكتورة. مثل ما قلت فاتن، صدرت عن إحدى مجموعة مستشفيات بإنجلترا، وتصدرها دكتور تيرنر. أصدروا بالحقيقة استادي كتير مفيد لنا، هي أنه لاحظوا أنه عدد الحالات الحساسيات المفرطة يلي بتأدي، معقول تأدي للموت. يعني ما عم نحكي بس عن الحساسية يلي بيصير واحد عنده طفرة خفيفة، بل تتعدى ذلك لأنه ما بعد يقدر يتنفس وبيقشط ضغطه. يعني هالحالات القوية يلي بتودي أنه الإنسان يصير بالمستشفى، ومنها بتكون مميتة إذا ما عولجت بسرعة. فلاحظوا أنه هالحالات بازدياد على مدى آخر 20 سنة، فكانت مشان هيك هالدراسة مهمة لأنها طويلة الأمد، بلشت بـ 92 وخلصت من سنة. لاحقوا شافوا قديش عم بيكون في كمية حالات مثل هالحالات يلي شرحت عنها، ولقوا أنها متزايدة، لكن عدد الموت يلي بيصدر عن هالحالات ليس بتزايد، وذلك لأنه الطب يتقدم ومجال التشخيص عم بيكون أسرع وأبكر. بالإضافة كان الملفت بهالدراسة أنه عدد نوع الحساسية عم بيتغير، بمعنى أنه أول شيء كنا نلاقي في حساسية على الدواء، حساسية على لسعة من فرضا من حشرة موصلية، أوقات بيقولونا الزرائط البيز، بس كمان في حساسية على الأكل، على المواد الاكل. هون بالولايات المتحده في اكثر شيء بنعرف على البينتس، على الفول. بالتالي هالحساسيه على الاكل كمان تتزايد، ولقوا انه الاكثر شيء عم بيجوا على المستشفى بحالات جدا خطيره من وراء الحساسيه، حساسيات على الاكل، هن يلي اعمارهم بين ال 20 وال 30. وكمان في شغله تانية انه العمر اللي اكثر مسن، الناس المسنين اكثر بيجوا، لاحظوا انه بيجوا اكثر بمشاكل حساسيه من الادويه، من جراء الادويه، او مثل ما قلت من لسعات حشرات مسنه. برضه ننبه الساده المشاهدين ان الادويه اللي هي بنسميها ايس انهبيتر زي الانالابريل
والمونوبريل اللي هي اللي احنا بنستخدمها لوقت العلاج الضغط، وفي نفس الوقت بنستخدمها الناس اللي عندها سكر عشان بتحمي برضو الكلى من تاثير السكر. فالادويه دي 3% منها ممكن تعمل الانافلاكسيس اللي هو الحساسيه المفرطه، فدي برضو حاجه لازم نكون حريصين فيها. واي حد بياخد اي نوع من الادويه دي اللي هي زي انالبريل او مونوبريل او لازينوبريل، الادويه دي لازم يكون حريصين لو حصل لهم اي اعراض حساسيه ممكن يحسوا باختناق او يحسوا ان هم في صعوبه في التنفس، لازم يشوفوا يكلموا 911 ويروحوا المستشفى عشان لو ما تلحقوش في الوقت المناسب ممكن تؤدي لوفاة. هي مشكلة مثل ما قال دكتور حسام انه مشكلة الحساسية اللي عم نحكي عنها المفرطة اللي هي معقول تؤدي للموت، انه لازم يكون تصرف سريع. وبحال صار هيك حادث مع شخص مرة واحدة لازم يكون معهم ألم بيقدروا يشكوا حالهم على السريع. يعني هيدا من احدى الاوضاع يلي ما فينا ننطر حتى انه الاسعاف يجي. فهالناس بيخرجوا من المستشفى لو خرجوا سليمين ومعافين مع نوع من اقلام بيشكوا حالهم على السريع بالفخذ او باي عضل بحال صار في معهم هالمشكل مجددا. ودي برضه بنسميه الالم اللي هو الابيبن برضه عشان الساده المشاهدين. فالابيبن ودي حاجه ممكن الطبيب يوصفه ليك ويكون معاك في مثلا اثنين معاك في البيت تستخدمهم عند اللزوم. اكيد. بس رح ناخذ في معنا تليفون من تكساس. بس الو الو مرحبا. مرحبا. هلا يسعد مساكي، تفضلي. معك سوزان بلا. بس اسم حضرتك ايه؟ سوزان. اهلا سوزان، تفضلي. اهلا بك. بهنيكم بهالبرنامج الحلو والقيم والاكل الحلو اللي عم تعطونا اياه. شكرا لحضرتك. هن حالنا اصلا لانه عندنا هيك برنامج بالجاليه. نتشكر حضرتك متابعتنا كمان. الله يخليك. بدي عندي سؤال للدكاتره. انا معي روماتيز وما بقدر اعمل كثير رياضه، يعني عندي انه ليميتد الرياضه تبعي وصاير معي سكر من جديد، عم يطلع معي كان 120 و30 هلا عم يوصل ل 150، بس ما عم بعمل رياضه، عم حاول اعمل حمية قد ما فيني. بقى بس بدي شويه ارشادات. لازم عم بعمل بالستريب افري مورنينج، لازم امتى اعمل بالستريب لحتى اعرف طبعا الاخت سوزان، طبعا شكرا على السؤال ده. وبالنسبه لموضوع السكر اللي عند حضرتك، طبعا انك انت تحللي وتاخدي الحبوب عند اللزوم ده حاجه خطيره جدا انك تعمليها. فاحنا بننصح انك انت دايما لو عايزه تشوفي السكر بتاعك وضعه ايه، ممكن تحللي قبل الاكل، تحللي قبل الفطار، وتحللي قبل الغداء، وتحللي قبل 10 الساعه 6، وتحللي الساعه 10 بالليل. مش شرط انك تحللي 4 مرات في اليوم، ممكن تحللي مره في اليوم بس اوقات مختلفه، وعلى حسب كده تشوفي السكر بتاعك ماشي ازاي. هل السكر عندك عالي الصبح او عالي الظهر او عالي بالمغرب او عالي بالليل، وعلى حسب كده شيك مع الدكتور حقك، شوفي ان هو اللي يظبط لك الدواء انك انت تاخديه، ويعمل لك كمان الوقت اللي بتاخديه فيه. وعلى حسب الوقت اللي هتاخديه ممكن ده يظبط لك السكر بتاعك ويخليه نسبته. احنا نفضل السكر دايما يكون 150 اقل 150. طبعا في حالات السكر ممكن بيعلى بعد الاكل لارقام 200 او 250، بس انت لو تابعت الموضوع اللي قلت لك عليه ده، فممكن لو خدت العلاج بجرعه كويسه واوقات معينه الموضوع ده مش هيحصل لك. فبلاش تحللي، يعني لازم اخذ الدواء يعني. اكيد لازم تاخد دواء، بس برضه تابعي برضه اللي هو السكر التراكمي كل 3 شهور، وعايزين السكر التراكمي يكون بين 6 و7، ده برضه حاجه كويسه كويسه انك يبقى كده. وفي نفس الوقت ان السكر عندك مثلا ما يعلاش ويكون فوق 200 ولا حاجه، فدايما حللي. مش شرط انك تحللي بقول لك يعني مثلا مدى الحياه، بس حللي مثلا مده اسبوعين، اعملي جدول ووريني الطبيب حقك، شوفي السكر بتاعك وضعه على مدار اليوم ايه، الساعه 8 الصبح، الساعه 12 الظهر، الساعه 6 بعد الظهر، والساعه 10 بالليل.
في شيء قبل الاكل وبعد الاكل. قبل الاكل والساعه 10 ما لهاش علاقه بالاكل. اذا حد سوزان اذا عندك سؤال ثاني تفضلي. لا والله بتعرف السكر لانه كثير مقبوش مخي فيها بس ما عم بعرف شو بدي اعمل. اكيد بتجي وما يعني ما بتفيد كثير. أكيد بدي تشكر بدي تشكر اتصالك سوزان وراح نكمل على جوابك. شكرا لاتصالك معنا. تفضلي دكتور. بس نقلها لسوزان انه في مفهوم خاطئ انه بس هو اذا يمكن يعني في كتير بيحاولوا انه يتبعوا حمية صحيحة وهو جيد انه واحد يتبع حمية صحيحة، لكن بحال السكر ما قدر يعني رجع صار ما شفته طبيعي من دون الدواء، فلقيت هي انه ليش بدي اخذ الدواء. لازم تعرفي انه السكر مش يعني مصدر علو السكر بالدم منه فقط من وراء الاكل، كبدك بيعمل سكر واجمالا الانسان الطبيعي في عنده المكونات يلي بتخليه يلي هن مثل الانسولين والى اخره، في عنده سيستم طبيعي بخليه انه يواجه السكر اللي عم بينعمل من الكبد حتى لو ما اكلتي. لكن عند اللي عنده سكري هالنظام يلي الجسم عنده مش بطل سليم، ولذلك وقت لما الحكيم ببلش لك الدواء يعني انت صرتي بهالمرحله انت بحاجه للدواء. اكيد الحميه يعني ما فيك تاكلي اللي بدك، الحميه بتساعدك بس ما بتغني عن الدواء. اكيد ان شاء الله تكون سوزان استفادت من كل المعلومات اللي قدمنا لها اياها. رح نكفي كمان بمعلوماتنا الطبية. معلومتنا الثانية بتقول خطورات حدوث الجلطات في الساق والرئة بعد العمليات الجراحية، طبعا رح تحكي لنا عنها حضرتك دكتور سام. تفضل. طبعا موضوع الجلطات اللي بتحصل بعد العمليات دي حاجة خطيرة جدا، خصوصا الوقت خصوصا عمليات العظم، مثلا الناس بتغير مثلا مفاصل، مفصل الركبة او مفصل الهب اللي هو الفخذ، فالموضوع ده مهم جدا عشان الموضوع ده ممكن يؤدي مش جلطة في الرجل بس في الساق أو جلطة في الرئة، ممكن يؤدي إلى الوفاة. ودي حاجات بتحصل، واحنا الوقت عندنا بتحجز في المستشفيات 500,000 حالة نتيجة الجلطة في الساق، وممكن بتؤدي ل 100,000 حالة وفاة من الجلطة في الرئة. فالدراسات أثبتت أن طول فترة الجراحة لها علاقة مع حدوث الجلطات، فاحنا نتيجة كده أي حد هيعمل عملية المفروض الطبيب بيقول له عن الموضوع ده. تاني حاجة ان احنا في تكنيكس جديدة في العمليات، لو كل العملية تاخد وقت اقصر ده ممكن يؤدي الى قلة حدوث الجلطات دي. تالت حاجة ان احنا نحاول على قد ما نقدر فيه، ممكن لو في عمليات زي عمليات العض بناخد حاجات مسيلة للدم زي الهيبارين او الليفوناكس او الحاجات اللي هي لو مولكولار ويت هيبرين اللي احنا بناخدها دي بتقلل حدوث الجلطات. وطبعا الحركة بعد العمليات مهمة جدا، فهي الدراسة اثبتت معلومة موجودة بس الوقت بالظبط بتاع العمليه يكون قد ايه ما حددتش بالظبط، بس كل ما العمليه تكون اقصر كل ما تبقى نسبه الجلطات تكون اقل. فاحنا برضو عايزين الساده المشاهدين يبقوا حريصين الموضوع ده، بعد اي عمليه لازم الحركه اللي هي بعد العمليه على طول ان هم يحاولوا يعملوها، ما لاش يقعدوا في السرير فتره كبيره عشان موضوع الجلطات ده موضوع خطير جدا. وانا شفت حالات كتيره جدا ممكن الناس تعمل عمليه بسيطه ما فيش عندهم اي مشاكل طبيه وبيحصل لهم وفاه بعد العمليه من جلطه في الرئه. يعني بنحب دائما يلي البيشنتس وقت اللي بفوتوا على مستشفى بفتره الاستشفاء كمان معقول يصير هالشيء كل ما طالت فتره الاستشفاء. لكن في شغله انه يمكن يتنبهوا عليها لما بيعملوا عمليات وبيروحوا على البيت بظرف ثاني نهار او ثالث نهار، يتنبهوا اذا صار معهم ضيقه نفس غريبه هيك بتبلش فجاه، او يمكن كمان فينا نفيدكم نقول لكم اذا صار في تورم بالرجل، في رجل اكثر من رجل، فيتنبه انه معقول يكون في جلطه ويتصلوا بالحكيم. اكيد. رح ناخذ اتصال معنا احمد. يسعد مساك احمد، تفضل. مرحبا، كيفكم؟ مرحبا. اهلا وسهلا، تفضل. اوكي. انا عمري حوالي 65 سنه. العمر كله. ومعي السكري، انا باخذ الابر وباخذ الادويه كمان. بس اللي عم بيصير معي ابر والسكري عم بيصير عم يوصل السكري لل 180 190. شو سؤال حضرتك؟ تفضل. هو الاخ احمد طبعا ال 190 يعتبر عالي شويه، بس احنا برضو بننبه في موضوع الابر اللي هي اللي احنا الانسولين بصفه عامه سواء النوع اللي بتاخده، الانسولين المفروض انابوليك، يعني الانسولين نفسه بيخلي الوزن بيزيد، ونوع السكر اللي هو النوع الثاني اللي هو موجود في الناس معظم الناس
النوع ده المشكله فيه ان هو عندهم في عندهم ريزيستنس، عندهم مناعه ضد الانسولين، فالجسم في الاول بيحاول يفرز انسولين زياده عشان يتغلب على المناعه دي، وبعد فتره البنكرياس ما عادش بيقدر يفرز انسولين، فاحنا بندي انسولين من بره. فالانسولين بناخده، فالانسولين انابوليك بيخلي جسمك وزنك يزيد، والزياده نفسها تخلي المناعه ضد الانسولين تزيد، فتبتدي تاخد جرعات اعلى. ودلوقتي عندنا حالات بياخدوا مثلا 100 وحده في اليوم، 120 وحده في اليوم، فبيدخلوا في دايره مغلقه ان هو زياده وزن، ودي بتؤدي للمناعه الانسولين ياخدوا انسولين زياده وبتعمل الدايره مغلقه. فانا نصيحتي ليك انك انت تشوف وزنك ايه، تحاول تخلي البادي ماس اندكس بتاعك اللي هو وزنك مع الطول يكون 25 في الزون 25 او 26. لو الموضوع ده حصل ممكن نسبه الانسولين بتاخدها تقل، وممكن السكر بتاعك يتظبط احسن. فموضوع الوزن اكيد، وطبعا تظبيط الاكل كمان اكيد ان شاء الله. اتفضل اتفضل. عايزين نسالك سؤال ثاني حاجتين. ايوه تفضل احمد. طيب خليني اسالك سؤال. في واحد صاحبي كان يقول لي انه على تاكل البامكن مع القشر تبعه هذا ممكن ينزل لك من السكر. انا جربته يومين ووقفت ادوية نزل السكري بس بعدين رجع طلع. انا برضو انا سمعت موضوع البامكن قبل كده، بس برضو يعني انا ما اقدرش ادي لك معلومات تفيد كتير فيه. فبرضو هنرجع تاني للموضوع، ممكن انت برضو تظبيط الاكل، عايز تجرب حاجه زي البانكين جربها، بس برضو ما تسيبش العلاج بتاعك. طيب شكرا كثير. عفوا احمد. اكيد تشكر اتصالك احمد، ان شاء الله تكون اجابتنا لك كافيه. مشاهدينا هلا كمان رح ناخذ فاصل صغير، رح نرجع لكم بعدها، بس رح نكون مع ضيفنا الدكتور نبيل رزق اخصائي الامراض النفسيه والعصبيه. انطرونا بعد الفاصل.